وطيب بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم ادمن بيج مجانين الكروشيه وتريكو. ويا بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والنهارده جايبه لكم غرزه صيفي حلوه قوي. هي الغرزه صيفي وشتوي وليها استخدامات كتير. ممكن تعملي منها بلوزه، ممكن تعملي منها بلوفر، ممكن تعملي منها جاكيت، ممكن تعملي منها شال مستطيل، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها خدادية، ممكن تعملي منها بطانية أطفال، ممكن تعملي منها ركن للكنب، ممكن تعملي منها كشميو. لها استخدامات كتير. طب إيه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشة؟ في علامة الهند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناة، وكومنت حلو بقى عشان إيه، بحب أتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنية إيه؟ تحت الفيديو برضو هتلاقي زرار أحمر كده مكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك، دوسي عليه هيجيلك الجرس. ودوسي على الجرس ودوسي على الجرس ودوسي على الجرس واختاري منه كل عشان إيه؟ اي ورشه انزلها يجيلكوا اشعار بيها. وكومنت حلو برضه عشان ايه، بحب اتدلع. ما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والناس اللي بتحبني يا ريت تنورني في قناتي الثانيه شاهد بعيون سمر، هسيب لكم رابط القناه في صندوق الوصف. ونزلت لكم فيديو حلو قوي، يا ريت تروحوا وشوفوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. وعايزه تفاعل بقى وعايزه التقدير بقى، هسيب لكم رابط الفيديو في الكومنت مثبت. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل اخوتنا النهارده. هيمالايا افري داي وابره رقم 4، حامل عقده البدايه. وطريقه الغرزه النهارده برضو هعملها بالطريقه بتاعتي. بنات جديده معانا في القناه وما تعرفش الطريقه بتاعتي، في صندوق الوصف هتلاقيني سايبلك فيديو باسم بتحبي الكروشيه. طيب تعالى اقول لك اول سر من اسراري، اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي. تمام، انا دلوقتي هعمل مجموعه من السلاسل من غير ما اعدها ولا اي حاجه، بطول حوالي 15 سنتي. عملت مجموعه من السلاسل بطول حوالي 15 سنتي. تمام، نبتدي الغرزه بتاعتنا على طول بقى، احدد اخر سلسله وقفت عندها. تمام، واطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته. التلات سلاسل دول بنسميهم سلاسل الارتفاع وبنحسبهم عمود. تمام، واخد لفه اخش في السلسله الرابعه اللي انا حددتها، اعمل العمود التاني لفه وغرزه جديده، العمود التالت لفه في غرزه جديده، العمود الرابع لفه بغرزه جديده، العمود الخامس. يبقى كده ابتدينا الغرزه بتاعتنا بخمس عواميد منهم ايه، سلاسل الارتفاع. تمام، واخد اتنين سلسله، واخد لفه افوت غرزتين، وفي غرزه الثالثه اخش فيها اعمل عمود اتنين سلسله، وفي نفس الغرزه عمود بالشكل ده. تمام، واخد اتنين سلسله، واخد لفه افوت غرزتين، وفي الثالثه اخش فيها واعمل عمود بالشكل ده. وبعدين اخد خمس سلاسل، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، واخد لفه افوت خمس سلاسل من تحت، واحد اتنين تلاته أربعة خمسة. تمام، واخش في السلسلة الستة اعمل فيها عمود بالشكل ده، واخد اتنين سلسلة، واخد لفة افوت غرزتين، وفي التالتة اعمل حرف الفي اللي هو عمود اتنين سلسلة، وفي نفس الغرزة عمود، واخد اتنين سلسلة، واخد لفة افوت غرزتين، وفي التالتة اخش واعمل فيها عمود. وبعدين اخد خمس سلاسل بالشكل ده، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، نهاية السطر بتاعي خمس عواميد زي ما ابتديته بخمس عواميد منهم ايه، سلاسل الارتفاع. وكده انتهيت من السطر الاول. اتبقى معايا كام سلسله زياده، وانت زي ما يطلع معاكي من السلاسل الزياده صندوق الوصف هتلاقيني سايبالك فيديو ازاي تفكي السلاسل الزياده دي بكل سهوله. وكده يبقى انتهينا من السطر، من الغرزه بتاعتنا، من غير ما نحسب لها بتقبل القسمه على 2 زائد 3 ولا بتقبل القسمه على 5 زائد 1 كده يعني. تمام، السطر الجديد بقى الثاني هطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3، والف الشغل. تمام، قلنا ايه الثلاث سلاسل دولت اول عمود. تمام، واخد لفه
اخش هنا العمود التاني، اخش في الغرزة بتاعته اعمل تاني عمود، ادي كده تالت عمود، ادي كده اربعة، وادي العمود الخامس. تمام، واخد اتنين سلسلة واخد لفة. هنا حرف الفي كان عمود اتنين سلسلة عمود، هخش في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة اعمل غرزة بف من ايه اربعة، خدت لفة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، ولفة اطلع حلقات كلها الا حلقة اساسية، بقى معايا حلقتين لفة من حلقتين بالشكل ده، واخد اتنين سلسلة واخد لفة في نفس الفراغ اعمل كمان غرزة بف من اربعة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده. تمام، واخد اتنين سلسلة واخد لفة، هنا في عمود اخش فوق الغرزة بتاعته اعمل عمود، بالشكل ده. وهنا كان في ايه فراغ بتاع الخمس سلاسل، اخش في الفراغ اعمل خمس عواميد، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بالشكل ده. تمام، وبعدين اخد لفة، هنا في عمود اخش برضو في غرزة بتاعته واعمل عمود بالشكل ده. تمام، واخد ايه اتنين سلسلة، هلاقي هنا حرف الفي اخش اعمل برضو ايه غرزة بف من اربعة، اتنين سلسلة وفي نفس الفراغ ايه غرزة بف، واخد اتنين سلسلة فوق العمود اعمل عمود، وفي الفراغ اعمل ايه خمس عواميد، وهنا فوق العمود ايه اعمل عمود، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. اعتبر وصلت لنهاية السطر وعملت ايه اخر غرز بف واخدت اتنين سلسلة، هنا في الكنار خمس عواميد اطلع فوق كل عمود عمود، ادي اول عمود، ادي اتنين تلاتة أربعة. هنا في سلاسل ارتفاع تلاتة، أخش في السلسلة التالتة وأعمل إيه العمود الخامس بالشكل ده. وكده انتهينا من السطر التاني، الشغل كله تكرار، التكرار عندنا من السطر التاني. تمام، السطر الجاي اللي هيبقى فيه ايه الفراغات زي السطر الاولاني، هنبتدي ايه نطلع برضو بثلاث سلاسل ونعمل الكنار خمس عواميد منهم سلاسل الارتفاع، ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى كده خلصنا ايه الكنار، اخد اتنين ايه سلسلة واخد لفة، هنا غرزة بف اتنين سلسلة غرزة بف، اخش في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة اعمل اول غرزة بف، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام، واخد ايه اتنين سلسلة واخد لفة في نفس الفراغ اعمل تاني غرزة بف بالشكل ده. تمام، واخد ايه اتنين سلسلة واخد لفة، هنا عند اول عمود المجموعة اهي، تمام كان عمود وفي الفراغ خمس عواميد وفوق العمود هنا ايه عمود، اخش هنا عند اول عمود اعمل عمود. تمام، واخد خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واخد لفة اروح عند او اخر عمود افوت العواميد اللي في النص اللي في الفراغ، اخش عند ايه اخر عمود اخش في غرزة بتاعته اعمل ايه عمود واتنين سلسلة، واجي هنا في الاتنين سلسلة اللي ما بين ايه وغرز البف اعمل غرزة بف، اتنين سلسلة وغرزة بف بالشكل ده.
الشغل كله تكرار، سطر بقى ايه فيه فراغات، السطر الجاي فيه عواميد، وهنا غرز البف طالعه ايه فوق بعضها تمام، ونطلع بالطول اللي احنا عايزينه. وادي بعد ما طلعت لكم بكام سطر بغرزه عشان تبان الغرزه حلوه وسهله، البنات المبتدئين يعملوها بكل سهوله. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده. ولو عجبتكم ورشه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.